Claro. عندي باقات اظني. هلا والله، قد بكمل معاكم الحلقه الخامسه الحين من الديل سي كيبرز اوف ذا دارك حق لعبه الدود اوت. الحين المفروض ننزل 8 فيها شبحين، وبعد لاحظت الباب تغير شكله، فاحتمال ان بعد ما اصيدهم كلهم اقدر ادخل داخل. بس خلينا نكمل الحين المشوار حقنا. 8 The Last Symphony. وين أحطني في المنطقة هذه؟ ما أتذكرها. في شيء يمي أيتم. كأني ذكرتها. السالفة. يمدينا اصورها. انزل حقني. لا اتذكرت المكان، اتوقع كان نهاية اللعبة. شل مشكلة انه ما يمدينا اصورها، لو بضغط عليها تتعوض الشخصية. يعني كل ما لازم الف وايد اي عشان تصيدني. تتنقل بعد. هنا لغز الماية. بس الميوزك داخل يعني. Picture of the child and her doll. Her doll will get a hemi. I'm not gonna go for such a large. I guess I will doll in a hand. But. I think you're gonna be a winner. Wild Bob. Hey, Wild Bob, so powerful. حس البلد بالصورة هذه. بس وين اللعبة صارت؟ لبس تحت في طريق. ها شوف في طريق هنا. لا 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 استغفر استغفر استغفر. في دوج هنا صدق، خلينا ننزل الدوج. اوكي في تشام نيدل تحت، بس لحد الحين التشام نيدل ما ادري ايش يسوون، بس كل العافة انه في 14 وحدة. ايوه
شيء يا أمي بس ما قال يمكن باب. لا ما في باب مشكلة. دقيقة نرجع. فاضي. كنا عند الطاولة. طب واحد طالب بيخف الصوت. احتمال اللي كفي غفى يا ابن الجهة الثانية. هنشوف في غرفة ثانية. كما عرفت الغرفة اسمع صوت جديد. قاعد يقول كنا هنا. دول الوحيد اللي شغال. شوف في بزاوية أول شيء. لا ما في شيء. كل شيء يطلع بس بالكاميرا هجل. صافي ميوزك. خلنا نطلع جرب شوف شو كان في غرفة ثالثة بعد. ايه اوكي هذا. طلع ناقص بعد الحين. يبيني بالبوك. اي اوكي. الحين ارجع الغرفة هذيك للجيتار. بس خلينا على الاقل نحاول نصيد شبح واحد بالمنطقة هذي. او يصح يمكن ارجع هناك اول بعدين اجي هنا. نعمل غلطان كنا في ديسك. انا هنا في شبحين. خلنا نرجع لذيك الغرفة اول اجل. نحاول نصيد ال في شيء يمبي. اوكي هنا الاكزت. خلنا نرجع ثاني اول. داخل الغرفة هنا. هنا الشبح البوس اللي بمايا. اوكي الدفعة الثانية. اوكي احتمال قاعد اشغلها الحين الميوزك. نرجع اجل. Still missing parts. اللعبة ما قاعد اشوفها اختفت. او انه صار لها بق. خلينا على العموم نطلع نجي لها وقت ثاني. هو حق 103. عندي الباب قاعد تظني. وينها؟ بعدها بابا؟
اللعبة طلعت لي بعد طلبوا لي مرة ثانية أكيد تجي هلا خلينا في مكان واسع شوية. قاعد تجي لي هي قاعد تطلع من وجهة ده بعد هنطلع لبقى وجهة اي فايده السلام قاعد اسمع حوالينك والله طولت هذي بعدها معنا اخيرا هذي اللعبة وصلت لهنا لا هذا بعدين أخذ شيء شوف إذا في شيء هنا أول منطقة هذه ما أدري أطلع دي كنت اللعبة كنا خمضت عليها أعيد من أول كان كمل من قدام اختفت المرة نشوف في شيء تحت اول ما اتوقع يعني هذيك معتبرين احد الاشباح انا ما احط لنا سبيرت سبانش بعدها شمعتين مو معتبرين ابواص هذيك بس هو حق 103 هذا الحين ظلمت المنطقة هو كان قدام هنا ظلمة شوية هذي هنا لا كنت حاب تنحاب هالبوس اذا اجمع شغلات من واحد بالاوصح مناطق الثانية شكله يا ابو حاضر الحين يا بعض
فضينا وضفة الحين. أي الجهة خلاص خلصنا منها، باقي هالجهة هذه البنت الصغيرة والغرفة اللي دخلتها مساعة في اللي فيها دول الشبحين. بحاول أخليهم حق الحلقة الجاية إن شاء الله، عاد يمدينا كلهم أصيدهم بسرعة. على العموم تابعونا بعدين، سلام.